سعادة عميد كلية التربية بالخرج، عميد الدراسات العليا الدكتور طلال بن محمد المعجل، سعادة رئيس قسم اللغة العربية الدكتور عبد الله السعيد، أصحاب السعادة رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بكلية التربية بالخرج، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في بداية هذا اللقاء الأول الذي يقيمه قسم اللغة العربية بكلية التربية بالخرج احتفاءً واحتفالاً باللغة العربية في يومها العالمي الذي حددته منظمة الأمم المتحدة اعترافاً منها بأهمية اللغة العربية ودورها في حفظ حضارة الإنسان وثقافته ونشرها. وخير بداية لهذا الحفل القرآن الكريم يرتله على مسامعنا الطالب فيصل بن فهد السهلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنه لتنزيل رب العالمين. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر الأولين أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنون. لغة إذا وقعت على أسماعنا كانت لنا بردا على الأكباد ستظل رابطة تؤلف بيننا فهي الرجاء بناطق للضاد. والآن مع هذا العرض المرئي التعريفي بيوم اللغة العربية من إعداد طارق سحمان. وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. لغة إذا وقعت على أسماعنا كانت لنا بردا على الأكباد ستظل رابطة تؤلف بيننا فهي الرجاء لناطق بالضاد. إن الذي ملأ اللغات محاسنا جعل الجمال وسره في الضاد. هي أكثر اللغات تحدثا ضمن مجموعة اللغات السامية وإحدى أكثر اللغات انتشارا في العالم، يتحدثها أكثر من 422 مليون نسمة. اللغة العربية ذات أهمية قصوى لدى المسلمين، فهي لغة مقدسة، لغة القرآن، ولا تتم الصلاة وعبادات أخرى في الإسلام إلا بإتقان بعض من كلماتها. وأثر انتشار الإسلام وتأسيسه دولا في ارتفاع مكانة اللغة العربية، وأصبحت لغة السياسة والعلم والأدب لقرون طويلة في الأراضي التي حكمها المسلمون. وتميزت اللغة العربية بارتباطها بالوحي،
إذ هي لغة القرآن الذي أنزل للناس كافة. العربية لغة رسمية في كل دول الوطن العربي، وهي إحدى اللغات الرسمية الست في منظمة الأمم المتحدة، ويحتفل باليوم العالمي للغة العربية في 18 من ديسمبر كذكرى اعتماد العربية بين لغات العمل في الأمم المتحدة. واللغة العربية من أغزر اللغات من حيث المادة اللغوية، فعلى سبيل المثال يحوي معجم لسان العرب لابن منظور من القرن 13 أكثر من 80,000 مادة، كما تحتوي اللغة العربية على 28 حرفا مكتوبا، وتكتب العربية من اليمين إلى اليسار. ومن علماء اللغة العربية الذين حفظ الله بهم للغة العربية مكانتها بعد أن بذلوا جهدهم في الارتقاء بها، ومن هؤلاء الأفذاذ ابن فارس. ويعتبر ابن فارس من كبار علماء اللغة العربية وفرسانها الأفذاذ، له الكثير من المؤلفات القيمة يأتي على رأسها مقاييس اللغة والمجمل وفقه اللغة. ابن منظور وهو صاحب معجم لسان العرب، وهو من أشهر المعاجم العربية وأطولها، كما يعد أشمل معاجم العربية للألفاظ ومعانيها وأتم المؤلفات التي صنفت في اللغة بصفة عامة، ومرجع العلماء والعمدة المعول عليه بين أهل هذا اللسان. سيبويه وهو إمام النحاة، حجة العرب، وأول من بسط علم النحو، وصاحب الكتاب حجة العربية ودستورها. الخليل ابن أحمد الفراهيدي، يعد الخليل ابن أحمد الفراهيدي أحد أئمة اللغة والأدب، ويرجع إليه الفضل في تأسيس علم العروض ووضع أول معجم عربي وهو العين، والكثير من العلماء الذين كان لهم الفضل بعد الله في حفظ لغتنا العربية. وتتميز اللغة العربية بوجود الخط العربي، وهو فن وتصميم الكتابة في مختلف اللغات التي تستعمل الحروف العربية. وتتميز الكتابة العربية بكونها متصلة، مما يجعلها قابلة لاكتساب أشكال هندسية مختلفة. وفي زمن الرسول جاءنا ديننا الإسلام ليرفع بالعربي دينا وأخلاقا، وكان الإسلام مرتبطا باللغة العربية والخط العربي العريق. وقد ظهر الخط العربي بنسخ القرآن الكريم فانتشر بين العرب في العالم الإسلامي، وكان الناس يتداولون الرسائل فانتشر بسرعة أيضا، وبخاصة في الرسائل التي كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يرسلها إلى ملوك الروم والفرس. وعند إقامة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة قام ببناء مسجد للتعلم فيه، وكلف عددا من الصحابة للتعليم فيه، وهكذا تابع الخط العربي التطور مع الوقت حتى يومنا هذا. في بحر اللغات سموت، وبأهلها دوما علمت، ولأجلها سموا العرب، ولعزهم كانت السبب. لغة البلاغة والبيان، إنها لغة القرآن. والآن مع كلمة لسعادة الدكتور عبد الله السعيد عن دور اللغة العربية في بناء شخصية الطالب الجامعي. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة عميد كلية التربية الدكتور طلال بن محمد المعجل، زملائي الكرام، حفلنا الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ها نحن أولئي في اليوم العالمي للغة العربية، وحق للأيام كلها أن تكون يوما للعربية. نمد قلوبنا قبل أيدينا لنحتفل بلغتنا وهويتنا وثقافتنا، بل بوعاء ديننا ولغة كتاب ربنا. حفلنا الكريم، اسمحوا لي أن أوجه إلى طلابنا شيئاً أحسبه غاية في الضرورة والأهمية. إن اللغة أي لغة هي أساس في بناء شخصية الإنسان، فاللغة هي العنصر الرئيس في إعطاء الصفة الاجتماعية للمتحدثين بها، وهي بنية ذهنية وطريقة في التفكير والتصور. نشأت مع الإنسان ونشأ معها، وترسخت في ذاكرته ووجدانه وعقله، وانطبع بها أسلوبه في التفكير والتعلم والمشاركة. ومع تأكيدنا على ضرورة اهتمام الطالب بتعلم لغة ثانية تكون نافذة يطلع منها على علوم الأمم الأخرى وآدابها ومنجزاتها، إلا أنه يجب أن نؤكد على أنه لا بد أن يكون متقناً للغته الأولى أولاً، وأن يستمر في تعلمها وتطوير ملكاته وقدراته فيها، إذ هي وسيلته الأساس في التواصل وأداته في العرض والإقناع، والسبب الذي يصله بتفكيره وتصوره. إن على الطالب الجامعي أن يحرص على الاستمرار في تعلم لغته والنهل من معينها العذب، لأن توقفه عن ذلك يؤدي إلى تأثر ملكاته اللغوية والفكرية، حتى لقد قال الجاحظ صادقاً: إذا ترك الإنسان القول ماتت خواطره وتبلدت نفسه وفسد حسه. فالدربة والمران أساس مهم في تطوير ملكات الإنسان وقدراته، وليس أكثر من اللغة ارتباطاً بالملكات اللغوية والفكرية والعقلية. على أن للغة العربية اختصاصاً تفوقت فيه على اللغات الأخرى في توسعها وقابليتها للبقاء والثبات واستواء أبنيتها ومرونة دلالاتها واشتقاقاتها واستجابتها للكتابة المنتظمة، وقبل ذلك وبعده اختصاصها بالذكر الحكيم وبسنة سيد المرسلين، حتى قال أبو منصور الثعالبي: من أحب الله أحب رسوله، ومن أحب الرسول النبي العربي أحب العرب، ومن أحب العرب أحب اللغة العربية التي نزل بها أفضل الكتب على أفضل العرب والعجم. ولا تزال اللغة العربية صنوى حياة أبنائها، فليست شيئاً عارضاً يمكن الاستغناء عنه وتبديله. وقد أثبت دكتور هيدسون في كتابه علم اللغة الاجتماعي من خلال متابعة مجموعتين منفصلتين من الطلاب الأمريكيين والطلاب العرب في جامعة أمريكية، أن الطلاب العرب كانوا أكثر تلاحماً وتضامناً وتوافقاً من جهة التعاطي اللغوي، وأن ذلك انعكس على علاقتهم ببعضهم. ولعل من أبرز الدراسات التي توضح هذا الشيء دراسة الدكتور زهير أحمد السباعي، وقد أثبت من خلالها أن طالب الطب إذا درس الطب باللغة العربية زادت سرعة قراءته بنحو 43%، وتحسنت قدرته على الاستيعاب بنحو 15%، مقارنة باللغة الإنجليزية. ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كتابه تجربتي في تعليم الطب باللغة العربية. لقد كانت اللغة العربية اللسان المبين الذي اختاره الله ليحمل دينه القويم، وهيأ له من الأسباب ما جعلها جديرة بحمل كتابه المبين، ثم غذاها الإسلام بدفق كبير من المعارف والألفاظ، فاجتمع لها قوة الحياة المستكنة في أصولها وقوة الرافد المتمثل في معارف الإسلام وعلومه. إن من المهم أن يقف الطالب على دور لغته الأولى التي تربى عليها في تطوير مهاراته التواصلية مع الآخرين، وعلى تأثيرها في قدرته على الفهم والتحليل والاستنتاج، إذ اللغة بنية ذهنية وفكرية، فبها
ومن خلالها نشأت أفكاره وتصوراته وعلاقته بمجتمعه وقيمه وملكته في الفهم والحفظ والتعلم، وينشأ الخطر عندما يتوقف الطالب عن استعمال هذه اللغة أو يستبدلها بغيرها، لأن ملكاته الفكرية والتواصلية ستضعف تبعاً لذلك، لتوارد أساليب غريبة لم تتعود عليها ولم تألفها. ومن الملحوظ أن أكثر الأمم نجاحاً أكثرها حرصاً على لغتها وشخصيتها، وتأمل مشارق الأرض ومغاربها فلن تجد أمة أفلحت بغير لغتها، كما أن أكثر الأشخاص نجاحاً أكثرهم عناية بلغته، لأنه سيكون أقدرهم على التواصل بها مع نفسه ومع الآخرين. وبعد، فإنه لا يصح أن تكون أمم الأرض أكثر حرصاً على لغتهم على وعورة مسالك أكثرها وصعوبة تعلمها من أبناء العربية التي توجت مفاخرها بكتاب ربها وحفظت دلالاتها ومدلولاتها أكثر من 15 قرنا. وفي الختام، لا يسعني إلا أن أشكر سعادة عميد الكلية الذي لم يأل جهداً في دعم هذا الحفل ومساندته، كما لا يفوتني أن أشكر زملائي الذين قاموا بتنظيم هذا الحفل وكل من شارك برأي أو مشورة. والله أسأل أن يوفقنا للصواب وأن يرزقنا الإخلاص فيما نأتي ونذر. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لغة تناها للسماء مداها، وبضادها سحر البيان تباها، عربية عربية فصحى تنزل باسمها، نور القلوب على مسامع طه. نص نثري بإلقاء الطالب حمد بن عبد الله الخريف. هي اللغة الأسمى، فطوبى لأمة تصلي بها تتلو تصوغ بيانها. فيا رب أكرم من لإكرامها سعى جهادا، ويا ربي أهن من أهانها. يقول مصطفى صادق الرافعي في مقالته: اللغة والدين والعادات باعتبارها من شروط الاستقلال. يقول: أما اللغة فهي صورة وجود الأمة بأفكارها ومعانيها وحقائق نفوسها، والدقة في تركيب اللغة دليل على دقة الملكات في أهلها، وعمقها هو عمق الروح ودليل الحسن على ميل الأمة إلى التفكير والبحث في الأسباب والعلل، وكثرة مشتقاتها برهان على نزعة الحرية وطموحها. فإن روح الاستعباد ضيق لا يتسع، ودأبه لزوم الكلمة والكلمات القليلة. فلا جرم كانت لغة الأمة هي الهدف الأول للمستعمرين، فلن يتحول الشعب أول ما يتحول إلا من لغته، إذ يكون منشأ التحول من أفكاره وعواطفه وآماله. وهو إذا انقطع من نسب لغته، انقطع من نسب ماضيه، ورجعت قوميته صورة محفوظة في التاريخ لا صورة محققة في وجوده. فليس كاللغة نسب للعاطفة والفكر، حتى إن أبناء الأب الواحد لو اختلفت ألسنتهم فنشأ منهم ناشئ على لغة، ونشأ الثاني على أخرى، والثالث على لغة ثالثة، لكانوا في العاطفة كأبناء 3 آباء. وما ذلت لغة شعب إلا ذل، ولن حطت إلا كان أمره في ذهاب وإدبار. ومن هذا يفرض الأجنبي المستعمر لغته فرضاً على الأمة المستعمرة، ويركبهم بها ويلحقهم ويستلحقهم من ناحيتها، ويشعرهم عظمته فيها، فيحكم عليهم أحكاماً 3 في عمل واحد.
أما الأول فحبس لغتهم في لغته سجنا مؤبدا، وأما الثاني فالحكم على ماضيهم بالقتل محوا ونسيانا، وأما الثالث فتقييد مستقبلهم في الأغلال التي يصنعها، فأمرهم من بعدها لأمره تبع. ويا عجبا لقومي ما يفعل الغرب بهم، وكما يقول الشاعر: وهلك الفتى ألا يراح إلى الردى وألا يرى شيئا عجيبا فيعجبا. فإن أشياء الأجنبي عندهم لا تحمل معانيها الساحرة في نفوسهم إلا إذا بقيت حاملة أسماءها الأجنبية، فإن سمي الأجنبي بلغتهم القومية نقص معناه في نفوسهم وتصاغر وظهرت فيه الذلة، وما ذاك إلا من صغر نفوسهم وذلتها، إذ لا ينتخون لقوميتهم فلا يلهمهم الحرف من لغتهم ما يلهمهم الحرف الأجنبي. وليس في العالم أمة عزيزة الجانب تقدم لغتها على لغة نفسها، ومتى تعين الأول أنه الأول فليس فكل قوى الوجود لا تجعل الذي بعده شيئا إلا أنه الثاني. السلام عليكم. حقا إنها عروس الزمان وحسناء الأوان، كالزنبقة بين النبات والفردوس في الجنات، إذا طالعتها نهارا كانت كالشمس أو ليلا فهي البدر. والآن مع قصة وقصيدة يقدمها سعادة الدكتور وليد الدوسري عضو هيئة التدريس بالكلية. بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة عميد كلية التربية، سعادة رئيس قسم اللغة العربية، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فحديثي عن شاعر يسمى فارس السيف والقلم، شاعر الحب والألم، إنه الحارث بن سعيد، شاعر قد لا يعرفه كثير من الناس إلا بكنيته ولقبه، وهذا الشاعر هو أبو فراس الحمداني الذي عاش في القرن الرابع الهجري، وهو ابن عم سيف الدولة، وقد قلد الأخير أبا فراس إمارة منبج وحران بالشام، وكان هذا الشاعر شجاعاً مقداماً يشارك في الحروب بنفسه، حيث قامت عدة حروب بين الحمدانيين والروم، وقد تمكنوا من أسره مرتين. أما المرة الأولى فكان أسره في قلعة في خرشنة في العراق، وقد هرب منها بعد 3 سنين. وأما في الأخرى فكان أسره في القسطنطينية في تركيا، ولم يستطع الهرب وبقي هناك 4 سنين. وحز في نفسه تباطؤ ابن عمه في مساعدته، ولكن أبا فراس خرج من الأسر بعد ذلك عندما دفعت الفدية. وكانت له في الأسر عدة قصائد عرفت بالروميات نسبة إلى بلاد الروم، وقد تميزت تلك الروميات بعاطفة جياشة وجودة فنية عالية، وامتزجت فيها مشاعر الحزن والألم، وبخاصة عندما يشير إلى معاناته في الأسر، وأيضاً عندما يتذكر أمه التي كثيراً ما يشير إليها ويحن إليها، خاصة أنها ربته دون والده الذي توفي عندما كان أبو فراس صغيراً.
وهناك كان انقطاع وهناك كان انقطاع أبي فراس ميزة له، فقد كان منصرفا عن مشاغل الحياة، وساعده ذلك على تأملها، فظهرت في الروميات معاني الحكمة. ويلفت النظر أن تلك القصائد لم تفتقد روح الصبر، وتميزت بالأمل والرغبة في الفرج والحرية. ومن تلك القصائد قصيدة اللامية، أجتزئ منها هذه الأبيات: مصابي جليل والعزاء جميل، وظني بأن الله سوف يديل، جراح تحاماها الأساة مخوفة، وسقمان باد منهما ودخيل، تطول بي الساعات وهي قصيرة، وفي كل دهر لا يسرك طول، تناساني الأصحاب إلا عصيبة، ستلحق بالأخرى غدا وتحول، أقلب طرفي لا أرى غير صاحب، يميل مع النعماء حيث تميل، فيا حسرتا من لي بخل موافق، أقول بشجوي مرة ويقول، وإن وراء الستر أما بكاؤها علي، وإن طال الزمان طويل، فيا أمتا لا تعدم الصبر، إنه إلى الخير والنجح القريب رسول، ومن لم يوق الله فهو ممزق، ومن لم يعز الله فهو ذليل، وما لم يرده الله في الأمر كله فليس لمخلوق إليه سبيل. والسلام عليكم. ليس غريبا أن يعرف أبناء اللغة العربية لغة أمهم وفضلها على سائر اللغات، ولكن الغريب أن يعرف أبناء غيرها من اللغات جمالها وفضلها. يقول المستشرق الألماني أوجست فيشر: إذا استثنينا الصين فلا يوجد شعب آخر يحق له الفخار بوفرة كتب علوم لغته وبشعوره المبكر بحاجته إلى تنسيق مفرداتها بحسب أصول وقواعد غير العرب. أفلا يجدر بنا نحن العرب أن نتمسك بلغتنا ونسمو بها؟ حفلنا الكريم، نستمع الآن إلى عتاب رقيق من اللغة العربية لأهلها الذين تركوها إلى غيرها على لسان الشاعر حافظ إبراهيم، يلقيها الطالب محمد عبد الله الفواز. رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي، رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت، فلم أجزع لقول عداتي، ولدت ولما لم أجد لعرائسي رجالا وأكفاء، وأت بناتي، وسعت كتاب الله لفظا وغاية، وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي؟ أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ فيا ويحكم أبلى وتبل محاسني، ومنكم وإن عز الدواء أساتي، فلا تكلوني للزمان، فإنني أخاف عليكم أنت حين وفاتي، أرى لرجال الغرب عزا ومنعة، أرى لرجال الغرب عزا ومنعة، وكم عز أقوام بعز لغاتي، أتوا أهلهم بالمعجزات تفننا، فيا ليتكم تأتون بالكلمات،
فيا ليتكم تأتون بالكلمات أيطربكم من جانب الغرب ناعب ينادي بوأدي في ربيع حياتي. سقى الله في بطن الجزيرة أعظما، سقى الله في بطن الجزيرة أعظما، يعز عليها أن تلين قناتي. حفظن ودادي في البلا وحفظته لهن بقلب دائم الحسرات. وفاخرت أهل الغرب والشرق مطرق حياء بتلك الأعظم النخرات. سرت لوثة الإفرنج فيها كما سرى لعاب الأفاعي في مسيل فراتي. فجاءت كثوب ضم 70 رقعة مشكلة الألوان مختلفات. إلى معشر الكتاب والجمع حافل، بسطت رجائي بعد بسط شكاتي. فإما حياة تبعث الميت في البلا وتنبت في تلك الرموس رفاتي، وإما ممات لا قيامة بعده، وإما ممات لا قيامة بعده، ممات لعمري لم يقس بمماتي، ممات لعمري لم يقس بمماتي. لقد عرف الرسول الكريم قدر اللغة العربية فبين جمالها وفضلها. قال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا اللغة العربية فإنها تثبت العقل وتزيد في المروءة. وبها أوصى ابن تيمية رحمه الله بأن اللغة العربية من الدين وتعلمها فرض وواجب. حفلنا الكريم الآن نتعرف على بعض مميزات اللغة العربية من سعادة الدكتور ناصر الهذيلي. سعادة عبيد الكلية دكتور طلال المعجل، سعادة وكيل الكلية دكتور غالب النهدي، سعادة رئيس قسم اللغة العربية، أصحاب السعادة، أعضاء التدريس الزملاء، إخواني وأبنائي الطلاب، الحفل جميعاً، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سأعمد مباشرة إلى ذكر بعض خصائص اللغة العربية، ولن أتطرق إلى تمهيد من هنا أو من هناك، مكتفياً بما تقدم به المقدم وفقه الله ومن سبقني بالحديث. وأولى تلك الخصائص للغة العربية أنها لغة القرآن الكريم، فقد اختارها الله عز وجل لتكون لغة آخر كتبه على آخر أنبيائه. ومن تلك الخصائص أيضا أنها أوسع اللغات. قال ابن فارس في فقه اللغة: لغة العرب أفضل اللغات وأوسعها. قال تعالى: وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فوصفه سبحانه بأبلغ ما يوصف به الكلام وهو البيان. فاللغة العربية باتساعها في الأبنية الصرفية وكثرة الصيغ التي تستوعب المعاني التي يمكن أن تجيش بها نفس إنسان في وقت من الأوقات، وهذا ما لفت نظر علماء اللغة العربية فألفوا كتباً في علم التصريف مستقلاً أيضاً عن علم النحو. ومن مميزات اللغة العربية المجاز،
وذلك أن لغات غير العرب لم تتسع في المجاز اتساع لغة العرب. ومن مميزاتها في الخصائص الصوتية أنها تمتلك أوسع مدرج صوتي عرفته اللغات، حيث تتوزع مخارج الحروف بين الشفتين إلى أقصى الحلق، مستخدمة جهاز النطق كاملاً. وقد تجد في لغات أخرى غير العربية حروفاً أكثر عدداً، ولكن مخارجها محصورة في نطاق أضيق ومدرج أقصر، كأن تكون مجتمعة متكاثرة في الشفتين وما والاهما، أو تجدها متزاحمة من جهة الحلق. وقد أجريت تجربة بوسائل الحديثة من الرنين الصوتي وغيره، فأثبتوا ذلك في دراسة أقيمت في أمريكا، أن اللغة العربية وحدها هي التي تستعمل النطق أو المخارج من الشفتين إلى أقصى الحلق. ومن ما يتعلق بالأصوات أيضا أن أصوات العربية ثابتة على مدى العصور والأجيال منذ 14 قرنا، ولم يعرف مثل هذا الثبات في لغة من لغات العالم. وأيضا اختصاص العربية ببعض الأصوات مثل الهمزة والحاء والطاء والضاد، ومن خصائصهم في الهمزة والعرب تنفرد بها في عرض الكلام مثل قرأ في وسط الكلام وفي آخره، العرب تميزوا بنطق الهمزة في وسط الكلمة وفي آخرها، وهذا لا يوجد في اللغات الأخرى، ولا يكون فيها إلا ابتداء، يبتدئون بالهمزة. ومن مميزات اللغة الإعراب هو ميزة هذه اللغة، حيث يشمل كل المفردات من اسم وفعل وحرف. ورغم وجود الإعراب في بعض اللغات الأخرى مثل الهندية والعبرية والحبشية والجرمانية والمصرية القديمة، إلا أنه إعراب قاصر ببعض الكلمات دون بعض، أو قاصر على بعض الكلمات دون بعض. ومن المميزات ضبط الكلمة بالشكل من ضم وفتح وكسر، فكلمة علم أو علم مثلا يمكن أن تقرأ على 7 أوجه حسب تشكيلها: علم وعلم 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 وعلم، وقد تزيد. ومن مميزات اللغة، وهذا يقتضي كتابا أو كتبا حقيقة، وهو الاشتقاق، فتمتاز اللغة العربية بإنتاج عدد كبير من الكلمات من جذر واحد، مثل اشتقاق كاتب ومكتوب ومكتب ومكتبة وكتاب ومكاتبة إلى آخره من الجذر كتب. فرغم صغر نواة المعجم أقل من 10,000 جذر، تتعدد المفردات بصورة هائلة، وذلك بفضل الإنتاجية الصرفية العالية. وتقدر قيمة هذه الإنتاجية بقسمة عدد كلمات المعجم المشتقة على عدد الصيغ الصرفية، وهي لا تقل في المتوسط عن 300 كلمة لكل صيغة، وهي نسبة عالية حتما إذا ما قورنت بإنتاجية قواعد تكوين الكلمات في اللغات الأخرى. ومن مميزاتها صيغة الفعل المطاوع، وتزيد اللغة العربية بصيغة في الأفعال لا وجود لها في اللغات الأخرى، وهي صيغة الفعل المطاوع، فيقول القائل: انفتح الباب، ويعبر بذلك عن معنى لا تدل عليه دلالته الدقيقة كل من صيغتي المبني للمعلوم والمبني المجهول. فإذا قلنا فتح محمد الباب، فهذا لمن يهمه من الذي فتح الباب، وإذا قلنا فتح الباب فالمتكلم يخبر أنه لا يعرف الفاعل. وأما فتح الباب فيقال لمن ينتظر فتح الباب، ولا يعنيه من الذي فتحه، كما لا يعنيه أن يقول له المتكلم إنه يجهله أو يسكت عنه. ومن مميزاتها أيضا المثنى، من مظاهر دقة اللغة العربية وتطورها دلالتها الصحيحة على العدد. فالضمائر في اللغات الهندية الجرمانية لا تعرف غير حالتين لضمير العدد، هما حالة الإفراد وحالة الجمع، ولكن اللغة العربية تعرف لها حالة ثالثة هي حالة المثنى، وهو من وجهة التفكير المنطقي ليس بالمفرد ولا الجمع، فإن 2 لا يكونان جماعة من الناس أو غيرهم. ومن ذلك أيضا الفعل المبني المجهول،
وأوضح خصوصية العربية في ذلك بأن الفعل المبني المجهول موجود في لغتنا وفي اللغات الأخرى، ولكن صيغة المبني المجهول تختلف كثيراً بين هذه اللغات، لأن العربية تدل على المبني المجهول بصيغة خاصة، ولكن اللغات الأخرى تدل على المبني المجهول بعبارة لا اختلاف فيها لتركيب الفعل على كلتا الحالتين، يضيفون، يقدمون أو يؤخرون. أظن كذلك في الإنجليزية وغيرها، أنا لا، لكن العربية وضعت صيغة فعل، فتح ضم الأول وكسر ما قبل الآخر. ومن ممتازت به اللغة، وهذه قضية طويلة أشبعها بحثا الدكتور أو عباس، ليس الدكتور، هو معه سادس ابتدائي وعلم من أعلام اللغة، العقاد عباس محمود العقاد، فأشبع الزمن الذي اختصت به اللغة العربية بحثا جيدا في كتابه اللغة الشاعرة، في آخر كتابه اللغة الشاعرة يقول: لا يوجد لغة قد اشتملت على وسائل للتمييز بين الأوقات كما اشتملت عليه اللغة العربية، ولهذا وجدت كلمات البكرة والضحى أو الغدوة والظهيرة والقائلة والأصيل والمغرب والعشاء والهزيع الأول من الليل والهزيع الأوسط والموهن والسحر والفجر والشروق إلى آخره، ويكاد التقسيم على هذا النحو أن ينحصر بالساعات على صعوبة التفرقة بين هذه الأوقات في كثير من اللغات. هذا مقتطف من كلامه. ومميزات اللغة العربية كما قلت في البداية يستحق كتباً وأبحاثاً طويلة، وأكتفي بهذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونختتم فقرات هذا الحفل الكريم بتكريم المشاركين. يتفضل سعادة الدكتور طلال عبد الكلية التكريم، سعادة رئيس قسم اللغة العربية الدكتور عبد الله السيد، الدكتور ناصر الهذيلي وكيل الكلية للدراسات العليا، الدكتور وليد الدوسري، الدكتور عطية عبد الحميد، الأستاذ مبارك المعالي، الطلاب المشاركون الطالب محمد الفواز، طالب فيصل السلي، محدثكم راشد النواصر. نشكركم على حسن الاستماع، ونلتقي بإذن الله في لقاءات قادمة قريبة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.